المنتخب الأولمبي والاستعداد لمباراة زامبيا، هي الجولة الأخيرة قبل السفر إن شاء الله للجولة النهائية اللي هتتلعب في المغرب، وهي جولة حاسمة قبل تصفيات أولمبيات باريس. يمكن بعد أقل من حوالي تلت ساعة تنطلق مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، دي جولة الذهاب. لقاء العودة بعد 4 أيام في العاصمة الزامبية، وتحديدا هتكون في دوالا أو نيدال قصدي. ونتمنى يا رب التوفيق للجهاز الفني بقيادة ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي. منذ قليل أعلن المدير الفني ميكالي التشكيلة الرسمية اللي هيخوض بها منتخبنا مباراة زامبيا. في حراسة المرمى حمزة علاء، في خط الدفاع أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد أشرف، وسط الارتكاز أحمد نبيل كوكا، محمود جهاد، محمد شحاتة، وفي ثلاثة خط الوسط الهجوم إبراهيم عادل، مصطفى سعد، وأسامة فيصل. ده تشكيل منتخبنا الوطني. وطبعا في لعيبة كلنا عارفينها وبتلعب في الأهلي وفي الزمالك وفي الفرق اللي موجودة في الدوري المصري. طب مزيد من التفاصيل أروح مباشرة إلى ملعب الدفاع الجوي مع الزميل العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال. محمد مساء الفل. مساء الفل عليك يا محمد، وكل سنة طيب، وكل سنة وكل طيب. مشاهدين بخير. رمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة يا رب. حبيبي رمضان كريم عليك يا رب. طيب عايز اعرف منك الاجواء عندك في استاد الدفاع الجوي، وخلاص بنتكلم في دقائق قليله جدا والفريق ينزل وياخد مباراه مهمه جدا ومصيريه في مشوار منتخبنا الاولمبي. زي ما انت قلت هي طبعا مباراه مصيريه للجيل ده، نتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي. النهارده يمكن الاجواء لحد دلوقتي لسه هاديه، طبعا انت عارف النهارده المباراه للمنتخب الاولمبي هي مباراه يمكن من المباريات الرسميه القليله جدا لميكالي بعد ما لعب قبل كده رسميا اسواتيني برضه في التصفيات. احنا خلاص وصلنا للتصفيات النهائيه قدام زامبيا، واحد مننا هيوصل تصفيات او يوصل بقى كاس امم افريقيا ان شاء الله في المغرب برضه تحت 23 سنه اللي احنا اصلا بطلها في 2019. اكيد النهارده الماتش مختلف، الماتش مختلف بعد المعسكر ده كمان مختلف للمنتخب الاولمبي. يمكن امبارح شفنا زياره لدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، وشفنا كمان زياره لمحمد صلاح، وعقد جلسه مع ميكالي وعقد جلسه مع اللاعبين واللعيبه، خالد بنتصور معاه فرحانه جدا، وكانت زياره بصراحه ايجابيه بشكل كبير جدا. النهارده يمكن في التشكيل ما فيهاش مفاجات خالص زي ما انت قلته، يمكن حمزه هو الجول النهارده، طبعا حمزه حارس مرمى النادي الاهلي، احمد عيد بيلعب في الفتره اللي فاتت لعيبه بشكل كويس، طبعا عبد المجيد، وطبعا جنبيه محمد طارق. يمكن كنت متوقع انه هيبدا بعمر فايد خاصة انه كان لعب مع الفترة اللي فاتت، ولكن هو بدأ باللعيبة بقى اللي هي بتلعب في نادي الزمالك مع بعض، حسام عبد المجيد ومحمد طاري. برضو انت بتتكلم على باك ليفت محمد اشرف، باك ليفت كويس، وسط الملعب هتلاقي ثلاثة طبعا هم بيلعب ميكالي بشكل، يمكن الثلاثة بتوع وسط الملعب هتلاقي منهم اثنين مايلين شوية يمين وشمال، يعني انت هتلاقي برضو هتتكلم على طبعا احمد نبيل كوكا، هتتكلم على برضو لعيب زي محمد شحاتة بيميل شوية في الجبهة اليسرى وبيلعب في طلائع الجيش. هتبص برضو على حتى وسط الملعب هتلاقي مصطفى ميسي برضو بينزل شويه لوسط الملعب، وهو متالق معاه الفتره اللي فاتت وجاب جول في ماتش ودي. يمكن بنتكلم على الاستعدادات مش وقتها دلوقتي، لكن الاستعدادات طبعا كانت بالنسبه للمنتخب الاولمبي دايما توقفاته، خلي بالك يا محمد ما بتبقاش كتير، توقفاته بتكون قليله، ولكن يمكن الماتشات الوديه الفتره اللي فاتت لعب الجابون وكسب، قبلها لعب المغرب وكسب، وكمان لعب السودان وكسب. لكن المشكله اللي كان بيتكلم معاه فيها ميكالي مع اللعيبه خلال اليومين اللي فاتوا هي مشكله اداره الفرص، مشكله اداره الفرص بشكل كبير جدا، هو خايف من الموضوع ده بشكل كبير جدا. ويتكلم مع لعيبه، خلي بالك برضو هو واخد على الفتره اللي جايه انه بيتكلم مع لعيبه ان المنتخبات طبعا سواء الناشئين او الشباب خرجوا وما وصلوش للمنافسات بتاعتهم، فمش هينفع كمان المنتخب الاولمبي يخرج. تم توفير كل شيء بقى للمنتخب الاولمبي من طياره خاصه للسفر. عايز اقول لك برضو القايمه كلها دلوقتي اللي معاك كلها هتقل ل 25 لاعب ان شاء الله قبل زامبيا، يعني النهارده هيستبعد ميكالي بعد المباراه على طول اكثر من 6 لاعبين عشان يسافر زامبيا فقط ب 25 لاعب، من بينهم ال 11 بما فيهم البدلاء، هم دول اعتقد اللي هيسافروا خلاص لزامبيا للقاء ان شاء الله الاياب باذن الله. طيب في حضور جماهيري يا محمد في الملعب ولا الاجواء لحد دلوقتي؟ طبعا لحد دلوقتي الاجواء هاديه، طبعا لحد دلوقتي الاجواء هاديه، ولكن خلي بالك في الماتشات اللي زي كده دايما خلال المباراه بتلاقي يعني ناس كده تباعد بتيجي، وشفنا النهارده برضه اتحاد الكوره بيعلن عن اسعار التذاكر لمباراه مصر وملاوي ان شاء الله يوم الجمعه المنتخب الاول، والاسعار يمكن 50 جنيه و75 و150، فاعتقد برضه هتلاقي ناس حاضره المباراه اللي جايه. والنهارده اعتقد المباراه برضه خلال اول ما تبدا كده بتلاقي برضه عدد كبير جدا من الجماهير بتيجي خلال اللقاء ان شاء الله. طيب العدد اللي عندك قد ايه مثلا؟ لا لسه يعني مفيش. لسه العدد، لا العدد لسه في عدد قليل جدا، لسه العدد مش كبير. طب يبدو كده ان هم ما يكملوش 1000 مشجع مثلا.
ممكن عدد لسه قليل، عدد لسه قليل في المباراة. طيب في حد من اتحاد الكرة حاضر المباراة؟ في حد مثلا من الاتحاد الزامبي؟ في أي أمور إجرائية طبعا لوجستية في الملعب؟ طبعا اتحاد الكرة النهارده كله، اتحاد الكرة كله النهارده بين المنتخب الأولمبي كله موجود، وهتلاقي لسه انا لسه ما شفتش غير الكابتن بركات هو اللي موجود لحد دلوقتي، هتلاقي العدد برضو الباقي موجود النهارده. اعتقد كمان صبحي بقى الاعلام هيحضر، كل اتحاد الكرة مفترض انه هيحضر، خلي بالك من المقصوره، لان النهارده مباراه برضو مهمه جدا للجيل ده للمنتخب الاولمبي، وهي اهم مباراه في الجيل الحالي طبعا للمنتخب الوطني الاولمبي. عندك فكره هيسافروا امتى بعد المباراه؟ تاني يوم ولا لسه شويه؟ مفترض ان شاء الله ان هو تاني يوم باذن الله طائره خاصه، بس لسه لحد دلوقتي ما تحددش الميعاد النهائي للسفر باذن الله، بس هو بكالي يعني حابب ان هو يكون طبعا موجود هناك قبلها. اكيد. الزميل العزيز الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الاخبار والمتابعه بخصوص مباراه منتخبنا الاولمبي. طب